المناطق المحررة تشهد عودة الحياة الطبيعية تدريجيا، ما يستوجب عودة المحاكم والمكاتب العدلية للفصل في كثير من القضايا، أمر دفع بوزارة العدل إلى افتتاح أغلب مكاتبها في تلك المناطق، مع وضع آليات تسرع في إنجاز معاملات المواطنين. هذا ما أعلنت عنه وزارة العدل في احتفالية أقامتها بمناسبة النصر على تنظيم داعش الإرهابي. وزارة العدل واكبت عمليات التحرير وهذه الانتصارات بعادة من عدة جوانب، منها عادة افتتاح الدوائر العدلية في المناطق التي تم تحريرها، بالإضافة إلى وضع آليات كفيلة بتسريع إنجاز معاملات الشهداء فيما يخص عمل وزارة العدل، وأخذ القصاص العادل من قتلة الشعب العراقي بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بشأنها. والله تكريم مال الشهيد هو لا كرموا ما يقصرون هم وياه، ولا تكر يعني كرموا اليوم ما يتحسبونه، لو كل شهر يتكرموا ما يتحسبونه، بس هم انعم الله عليهم لا هو من جهة مالتهم، واليوم كرموا وذكروه، ومن ذكروه تدري اليوم انا الفرحة شكبرها يعني علي. أما بخصوص مصير الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم بعمليات التحرير، فأكدت الوزارة أن الأولوية في محاكمتهم وفق قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 23/79، فإنه أعطى الحق للمحاكم الوطنية وستسري عليهم الأحكام العراقية كافة على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب العراقي. طبقا للدستور العراقي فإن جميع الذين يرتكبون جرائم داخل العراق بغض النظر عن كونهم عرب أو أجانب الأولوية لمحاكمنا الوطنية، وهذا ما أكد عليه قرار مجلس الأمن الأخير اللي هو 23/79 الذي أعطى الولاية للمحاكم الوطنية. وتشهد الوزارة العراقية احتفالات بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي بيان النصر النهائي على تنظيم داعش الإرهابي، ابتهاجا واعتزازا بالانتصارات التي حققتها القوات الأمنية العراقية بتشكيلاتها كافة. من بغداد، جابر جمال، قناة رشيد.